شكرا يا ابو محمد على حسن الاستضافه. يعني بيت عامر ادفع الله الشر والبلاء، قزرنا يومين من اربع ما يكون. ما شاء الله العرب كلها ابو ظهر البر، ما حد تام في البيوت، البيوت تصفر تصفر، البيوت البيوت ابوي خلي زين. عاد ما تخبرتوني وين ساير ولا ما تبون تعرفون؟ الا شكل ما تبون تعرفون، اعتقد ما تبون تعرفون 100%. نقول لي ما حد خبر على الله يحفظكم. انا ساير حضر عرس، العرس بكره اللي هو في الصاله، العرس بكره في الصاله في الخبيصي الساعه 4 العصر. المعرس سلطان، سلطان ولد محمد بن عبد الله المعمري، اللبو من صدقاني، انا صديق اللبو. وبيناسبوني على الله يحفظكم فهد بن عبد العزيز شمال المعمري لبني عم، يعني منهم اليهم. العرس على الله يحفظكم بكره، غير انا ليش ساري العين الليله؟ اللبو فرحان في الولد في المعرس، وفرحان بعرس ولده، ومسوي زي عنده روحه في البيت اليوم خاص حقه وحق ربعه وصدقان وهاليته امه واللي يبون له دعوه، وانا واحد منهم. فمسوين قي ومسوين طرب ومسوين وناسه، وكل جايبين دق هم الاول، يعني زي اللي مسوينه اليوم كله فن تراث. فمقدمين للدعوة أكثر من شهر يا الله يحفظهم. ويوم عد أمس أولا ذكروني وإن شاء الله قلت لهم حاضرين وفي الشوبة ليش لا. أنا أبوي الخميس جيت الجمعة دبي وقزرت عند أبو محمد، عينت من الله خير، واليوم إن شاء الله متوكل جدا العين. شي عاد المعلومة اللي أريد أخبركم عنها أنا، المعلومة يا الله يحفظكم من أسبوعين ثلاثة تيني سنابات، سنابات من جماعة من هل دبي متبتينا ونحن في خاطرنا نتعارف وياك وعلم وخبر وقرب عدنا وبينهم معرفي على الله يحفظهم ويستر عليهم. يا غير يوم قلت لهم إن شاء الله الوقت اللي أبكم في دبي طرشوا لي سناب، وإذا الله كتب أني أنا موجود في دبي فإن شاء الله أني بخطف عليكم. ما أطول عليكم السالفة، ما شاء الله هذا كله بعد ما بطول عليكم السالفة المراد سمعوا عادة. اليوم الصبح فتحت السناب ولن عافد اللي ها انت بوعدنا تخطف عليه، قلت يا ابوي انا عندي عرس في العين معزوم، قالوا لا وانت ساير العين، انت ساير العين اخطف عليه بتتقهوى وبتكمل سير في جدة العين. قلنا لهم اهدأ، والحين ابوي عاد ساير عند الجماعه. انوا حالي وصلتم قبل ما يظلم الوقت تراني صورت، وما وحالي ترى العذر والسموحه من جنابكم نرمس في العين. ابوي الجماعه تلقفوا لي على الشارع والحين هم قدام وانا وراهم، كانت تحيدون اماكن تعرفونهم خبروني، حرامي اني ما اعرفهم. ها طريق الكتش اللي دخلنا فيه الحين، يا خير الدنيا ما شاء الله كلها عزب وبقع فنانه، يعني حافظ على هالعرب فاتهم نص عند حاسيتهم رقم واحد ما شاء الله عليهم، فاتهم حي مسوين ها ما شفت مال هرني ساير عندهم هم هل بالطاقة الشمسية اللي مسوين الطاقة الشمسية، هرني ساير عندهم. أقول بعدها عرب ما يدرابهم كان هبخنشية هاي يميع السيائير، يا رب البيت والحرم. أنا قايل لك هذا أبوي كله أنا ما أريده، ساقين على الشر يا هلا، هذا كله أبوي كله، أنا بطني متوتب ومعزوم أبوي عند جماعة. لا قلتوا؟ لا قلوا انا بخبر الشاعر الغويس. نعم. وقال لي ابوي انا بسير عند ابن عمك. نعم. وقال لي ابوي ان حط لك شيء انت ما نفسك ما ترغب فيه اتصل. لا مالي خاطري علني افداك. الله يطول عمرك بس لازم هذا لازم مره ما في يا ولد الحلال بارك ابوي، بس متصوير انت اسبوعك بيتفت. اسمعي يا الشاعر ابوي، هاي هريسه بني عمك قام الغويس ودبي، هريس ولايتي ها شوف الله عليه البانه ما فيهم حيله. عامر نعم. رد عد السالفه كلها كامله الحين اللي عديتها. هذا ريان من طيران الاتحاد قدامك. انزين انا حاجز لليابان. انزين خلاص. زين ويوم شفت فيلم المغرب ايه زين مالك
والله اني غيرت رأي وهكو بسير ويا اسميك المغرب. اسميك الساعب وما بتندم. وبزيد شعر بيت هي ارمس زين. وانا دائما اتعامل ويا شو اسمه ويا ترافل ايجنسي اثنين هي زين ريالي فايند رابع عاد هو منو حينه حمان أحمد. شفته شيوخي هو شيخ على هواء قول على هواء ارمس خطك مو مين بباح هم لازم يظهرون لك سعر زين وخلاف اللي تتعامل وياهم ودرتهم اتعامل ويا ولا وحينه وين صرت زين وتعاملت ويا رويال اكسبرس يوم سمعت منك انهم مواطنين كان شويه اغلى صح زين هنا سعرهم شويه اغلى بس ما يهم من خالدي كل شيء يا رك الله ويا الله عيونك يا مرحبا بكم بس ابوي مص انت ما بتاكل باكل بلا ما باكل شو بتقول يا رك الله يا رك الله القرص بعد ما شيء فيه طعم خالف حاطين فيه مثيبة كأنهم هي والله مثيبة مقلاية ومسوي نوخة في القرص غير المونة انحضر قرص أبوي ولايتي رقم واحد ليه أزيد بيسوي القرص لازم يحط أبوي فيه مثيبة مقلاية مسوي الطعام غير المونة رقم واحد ولايتي شيء مخالف القاعدة يسمونه مخالف ودر عنك أنت القرص هذاك نحن حين هذا مخالف القاعدة على هالأساس قلنا مخالف لكن مخالف للأجود ابتكار الله يحفظك وايد ضروري الابتكار وايد ضروري هاي من الاشياء المبتكره شيء من الاشياء المبتكره تخلي ايجابيه نحن نتعلم انت بكبرك انت كبرك ابوي مبتكر يا ابوي انا الابتكار ماخذنا منك انت يا ابو محمد انا اسكنت ابوي اسكنت انا ابوي لا رم عليك ولا شيء في رمضان ابوي انت تسوي حق المحمر زين والمحمر حق اقول لك محمر وين على عاد خصه اذا يسوي ايدين حلوه هازم يدردع قوا يا بول الغوري وهازم يدردع لنا يمي عندهن اي خاف من الله فينا يا رجل ودهن ذوابه خنين بيجتلنا هذا ابوي هذا مجرم ذوب والله لو بيظهر ابوي من قبره لا والله اي ها ابوي هي ها كله الدود من سري سير اصور شويه خذ راحتك اصور هالمنظر الفنان وبرد عليك ابوي والله منظر اسميك خذربان انت الله يسامحك ما تعيز من رمسه ما شاء الله عليك طيور بلية مناجيب يا هي مصيبة هاي يقول تبارك وبد نواصي والأقدام ما حد بيخلي الوقت تفتك بوي من هالنواصي والأقدام اللي انت لجيت جهودنا يميع العيين بالعافية يا ريال بالعافية والله وهي قادي حمر حسي أبوك إذا الله جعلنا من الحيين إذا أني موجود في أبو ظبي هذا ما يحتاج طرش لي سيارة عندي والله هذه السيارة المبروكة اللهم لك الحمد ما علي قصيرة بيك أنا بيك لا تهيني ولا تعنى مع السلامة يا جماعة سامحونا مشكورين وما قصرتوا وأنا بعد أبغيك ما شاء الله الواد مو تنتجل لا يعلى الله يطول بعماركم يلا انا ارخصوني ايش هالعود مرحبا السلام عليك هذا العود صدام هي اسمه صدام سما صدام مرحبا يا سلام حيات صدام من هل من وين انت ابويا ها من هالوين تكريت يا رب البيت والحرم زادك يا ابو صدام حسين غليظ ما شاء الله علي على الله يحفظك انت بلعك تهددني مناصر من تعلوبه انا مناصر من ما تعلوب ولا يحرك شعره من يمي خبره وعطاه الخبر الوكاد هذا هذاك على هالمطر مرحبا يلا صبر اخلص حجزتني مرحبا اوكي قابل لي الحين انت
انا ما ما بعلك شيء حبيبي لا خليت منك. بعد هاك شو هاك هالمدد يا رب صور حبيبي شو مكودين انت هالبيت سياره بروحها ممثوره الدنيا والدين فيها. لا تسالني لا تسالني شو جايبين انتوا الحين هالسياره يا ولد الحلال كله فضلت خيرك الله يطول بعماركم يا عيال الحلال يلا في مال ابويا اكرمكم الله مع السلامه حبيبي سلم على الاهل. تسعة وتسعين بالمية إني وصلت الحمد لله أكيد يعني مشغل هذا أنا شو اسمه الجوجل ماب يعني هذا أبو المعرس صديق خشموعين وأبو العروس بعد صديق خشموعين سبحانك يا رب. هذا أبوي بيت المعرس والزي أبوي كله مخدوم في بيت المعرس خلف خلاف عادة تزي بيت العروس أظني هذا اللبو نادى تصور انت هذا الحين انت بالعروس وهذا المعرس روح عليه جهوي العرب يا سلام يا سلام المعرس صدق عجيب يحافظ على المعرس يعني الله يحافظك ان شاء الله. الحين اقول انت بالعروس ولا لا؟ المعرس انت الحين معرس في ذمتك؟ نعم ترى العرس بهجة وفرح إذا أنك ما تسوي زي في البيت ولا شيات يقعد العرس شرات الميت يعني فاللي يحيي العرس الزيرة في البيت والمعازيم والقهوة والمدخن والدق والطماش هذا مستوت الدنيا يعني سلك العرب كلها يعني سلك كان عرب ولا ما يليج العقب العرس وكل واحد حاط يده على خده شو ما شاء الله يبين معلاي كله حريم ويايبين دق هالمان هاي ما أدري شو يسمونهم جرب بعد هناك سيروان كنا يعني ما ادري تعال ابوي الحين هذا ابوي محمد ابو المعرس وهذا ابوي المعرس يا ان شاء الله تبارك الرحمن انت اخوان ابوي ولا انت هو الولد منو المعرس منو ابو المعرس ها شوفه ما شاء الله يعلى الله يحفظه يبارك فيه تباركت يا سلطان ابو المعرس يعلى الله يحفظكم
له علاقات وايد قوية من الفجيرة لين السلع علاقاته. فكل حد من صدقانه جايب له شيء. هاي الحين الفرقة بوين جايه؟ من المرفأ هالحبان. وهذه فرقة من قير من هالصحار جايه، وفرقة من ناك من لي وبعد ما ادري شو من البقع، وفرقة بعد من هناك زمر روق ما ادري شو ماله بعد ما ادري شو من البقع. لا خسر اردي غير ابوي فوالدتهم، كلهم ابوي ماضي منهم ايمان انهم يحضرون للعرس ويجيبون زيهم وياهم. متجدم الحسنات يسوف اليمايل حيث انه هو مجدم ويويب منهم ويقدر ويسير شرق وغرب يتعنى لهم حتى لو لين روس ليبال. فابو المعرس ما شاء الله عليه متصادج ويا العرب كلها، فلذلك يعني ما شاء الله عليها وافي، فلذلك كلهم يحبونه يعني ويجد ويقدر. بعد بالباكر شيء عياله وشيء ما ادري شو وشيء ما ادري شو كل هالاشياء يعني جايم عليه عرس ولده بلاش. الله يبارك لهم. ترى يمي يمي يما يرى البحر ما باه، وانا ياس افكر من الصبح. هذا معرس السنة زين، وهذا معرس العام. هاي العام جد عرس خلاص فرط، ما لحقت انا على عرسه، لحقت على عرس ابوي هذا الحين اللي اصغر. هذا السح الحولي، هذا السح الحولي، السح الحولي، وهذا ابوي الجديد مال السنة.
لا إله إلا الله. شوف هذا المذهب الأولي سلك الأول، ها من يخلصون أبوي هل بالدقيقة، ها حطوا لهم الصمطات غرفة أبوي العشيات كلها، اللي بيتعشى واللي ما يخلص متعشى أبوي حطوا له فوال من غير، ودار المدخن ودار القهوة والصيانة التخالف، هذه الطريقة الأولية. وهذا يرسم على بالنسبة لي يتخبرون عن الفرقة هاي، هاي الفرقة أبوي من فرقة من بركة، ولاية بركة من عمان، من فنون هالبركة. اقولكم ترى الدق هاي يسمونه ابو زلف، هذا الدق يسمونه ابو الخيب 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 الخيب، ابو سلامه يتمشى والعمامه صوريه وراس مالي انا من 300 ربيه، هاي الاغنيه والنتي كلماتها.
عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، يعلى الله يحفظكم. اليوم الباحة ضويت من عقب العرس، ضويت الفندق، ضويت الفندق يعلى الله يحفظكم، وحطيت رأسي ورقدت، وأصبحت الصبح وتريت كالعادة في المطعم مع الفندق. وزين بهذا الموضوع، الموضوع أصبحت الصبح، هب الصبح الحين يعني، وكويت سفرتي وعينت من الله خير لك يا بنت فرتين. المهم انها كلهن تشسفن. المراد اللي بلبسها اليوم حق العرس كويتها، هب هذا الموضوع. خلصنا من الكواي وتلبست وخلصت وتروحت، وين القحفية؟ القحفية ما لقيت، دورت لين دارت خرايط راسي. ما يستوي انك يا البني ادم تلبس سفرة بلاي قحفية. جلبت الحجرة فوق تحت، والله ما لقيت. آخر أمل كان عندي أني ألقط قحفيتي في السيارة، جيت الموتر وجلبت بعد فوق تحت، بعد ما لقطت القحفية. وحين بحاسب بسوي تشيك أوت وبظهر من الفندق، وقبل ما أصير العرس بسير أدور لي قحفية، كان حد روم يصير يدور قحفية. السفرة ما تركب على الرأس بل هي قحفية، هي اللي تقبض القحفية، هي اللي تثبت السفرة على الرأس، وهي والله بلوى الغافلين. اخر محاوله قبل ما اظهر ابوي خبرتهم في الريسبشن، وطرت ابوي واحد مخصوص ولقطها، لقطها ونح عداله شبريه. ما بك القحفيه ولا بك الطاقيه، بك حايته يا ولد الحلال. واحد قال لي ابو عظم هلا بربيتين، انزين ربيتين يبه ابوي. شكرا شكرا، لا حد يجيب قحافي دخيل الله بيتي، بيتنا ممزور ميع القحافي. لا تقولون ما قلت لكم طواقي ولا قحافي، ما اريد دخيل الله. بس سواركم سبب عن ابويا كلمة ردي، وين ياتي هالشي ابوكم؟ هالكذا مضيجات عليكم بيزاتكم انتو. عاد قبل ما اصير العرس قلت بخطف على الحظ، الحظ مصبح فرحان الكويتي، بخطف عليه اسلم عليه اللي عند الباب. قلت له وانا مطرج على سار الدوام، يا غير ما بركب له وين الدوام، بتريه تحت هو بينزل بيسلم علي وبنسلم على بعض يعني بالاحرى. هو على وشك اني خلص دوامه، وانا تري من عقب صلاة العصر ان شاء الله بصلي العصر، بسير العرس ولكل حادثة حديث عقب ظبي بعد. والعرس في صالة الخبيصي، اذا الله جعلهم الحين جايبين العيالة اللي انا احبها، عيالة العين مالت هالزاخ اللي اصور لكم اياها في عرس الخورية. تحيدون اسبوع لي خطاف عرس قوم خوري، عرس الخورية جايبين العيال مالت هالعين، ويازت لي ويازت حق امة لا اله الا الله. وعرس المعامرة اليوم بعد جايبين عيالة هالزاخر هالعين، يلا بني عمار تبويقه ما حشرات. ابو محمد سلام عليك. عليكم مساك السلام، مساك الله بالخير. بالخير اخوي وحبيبي وصديق طفولة، مساك الله خير. دهر 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 معرفتنا، يعني الله لا يفرج عليك. خليت منك سامحني جايينك حاسر، اقول هالقحفية ضايعة بشيرك لقطناها. مسموح من الهامل اللي قدامه، ما تخرب ما تخرب يا الله. الذهب لو يحطون الذهب ما يتغير، لو يحطونه ما يتغير، يقول حرف الذهب ما يلحقه عذروبي لو تم 10 سنين في العرقوبي. يا رب وانت ذهب مره ما الحين. يا جماعه الخير هالريال اللي لي وياه ان شاء الله يلسه، وبتكون بث مباشر بيننا وبينكم ان شاء الله في القريب العاجل. متى ما تحدد. شو لا تقل بالامس كنا وقد سوف يكون، فالامس قد ولا وقد قد لا يكون. خلها على الله، كل على الله، كل شيء على الله، كل على الله. بارك الله، نعم بالله. مع السلامة يا ابو محمد. الله يحفظك يا ابو محمد، عساك دايم ومشكور على الهدية بعد. وإذاك نعم نعم لا يشكر الناس لا يشكر الله، على الله مشكور شكر من التراب مع ما بينا ان شاء الله. اللهم امين على الخير وعلى الشر وعلى الخير اول الله، وترانا في رايواك ان شاء الله، وكل شيء على الله، والنعم بالله. ما لا حبيبي بدات الله يا الغالي في مال الله. مع السلامة. أعتقد أني أنا واصل عرس قبل الوادم كلها، أظني حتى قبل هالبرزيف، قبل هالبرزيف بكبرهم ما وصلوا أظني.